السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، مهارة جديدة، قناتكم صن ستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي، كل اللي احنا بنتمنى من حضراتكم الدعم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي مطلوب من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هتستفيدوا منه. الخامة اللي احنا هنشتغل بيها ستان صالونة، ماشي، او دراي ستان، ماشي. وانا فرقت لكم الفيديو اللي فات في فستان الاطفال ما بين ايه الخامه ستان الصالونه والستان الايه والستان الارطموده والستان الارطموده والستان التركي، وفرق وريتكم ايه الفرق ما بينهم قد ايه. نكمل بقى مع بعض. انا دلوقتي معايا القماش طبقته 4/4 اهو، يعني 75 بقى معايا 37.5 سنة. تمام. اول حاجه اروح جاي اعملها ده الظهر معايا، احنا دايما بنشتغل الظهر. اروح سايب قيمه السوسته السحريه اهي ما يعادل 2.5 سم 3 سم، اسيب ايه الزياده دي من ورا اهي بنفس ايه الشكل ده كده. بشتغل على خانه زي كده بقلم رصاص، ماشي، عشان سهل بعد الغسيل ايه ان القلم ده يروح، لان اي مارك في اللون الفاتح دوت صعب ان انت تطلعه. تاني حاجه اروح جاي، اول حاجه اروح جاي عامل ايه؟ الاحظ القماش من هنا وظبطته، الاحظ القماش من هنا وظبطته، فاجي اروح جاي عامل علامه زاوية القماش على نهايه ايه؟ نهايه القماش. بص اصل انت ايه؟ ادي القماش اهو، شايف هنا داخل كده، هنا خارج كده، هنا داخل كده. فعلى نهاية آخر جزئية للقماش متظبط فيها أروح جاي عامل إيه؟ بالمثلث كده خط عمل، خط عمل كده أهو. يعني الجزء ده كده مش داخل معايا برضه إيه في الحساب. وإيه تاني؟ أجي أروح جاي بالريجة، تمام؟ وأروح واخد دوران الخصر، وأروح واخد إيه دوران الخصر. أنا لغاية دلوقتي ما تعرضتش للمقاسات في حاجة. ما تعرضتش للمقاسات في حاجه. تعالى بقى نتعرض للمقاسات، يعني انا كده كنت بجهز الشغل معايا، تعالى بقى نتعرض للمقاسات ونشوفها. المقاسات معايا الطول 150 سم، ده طول الفستان كله. عرض الصدر او محيط الصدر 108 على طول كده، ومحيط البطن 94، ومحيط الارداف 120. انا عايز اهم حاجه دلوقتي معايا طول ايه؟ طول الامبير دوت. طول الامبير ده، طب طول الامبير ده معاك كام؟ عامل معايا الخلفي، انا كده كده بيبقى عندي طول امبير امامي وخلفي، تمام؟ يعني طول الخصر الامامي وطول الخصر ايه؟ الخلفي. معاك كام؟ معايا 42 سم، 42 سم ده امامي. الخلفي بيقل ايه؟ بيقل في حدود 2 سم تاني، تمام؟ نشوف بقى. ادي ال 42 معاك، بص يا سيدي، ادي معايا، ادي اول حاجه انا قلت لك خدت ايه؟ خدت الدوران التحتاني بتاع ايه؟ بالكيرف ده كده. طب هتسيب قد ايه؟ سنتي ونص اهو، سنتي ونص اهو. ليه؟ عشان ده مش داخل معايا في المقاسات، مش داخل سوري مش داخل معايا مش داخل معايا في المقاسات في طول الامبير نفسه. يبقى انت عايز ان هو كام؟ يعني هو كام؟ هو 42، هتضيف عليهم كام؟ هتضيف عليهم 3 سنت ونص فوق وسنت ونص داخل جوه الكيف، يعني تاخده كام؟ هاخده 45 اهو كله. خدته كام؟ 45 سنتي، ادي ال 45 سنتي بتاعتك، واعمل ايه؟ بالمثلث اعمل زاويه قايمه كده، يبقى انت كده خلاص حددت الامبير. حددت الامبير معاك، تمام قوي. معاك ايه تاني؟ معايا ال حردة الرقبة، معايا ايه؟ حردة الرقبة كام؟ حردة الرقبة هتبقى 7.5 في كام؟ في 3. حددتها بناء على ايه؟ كتفها كام؟ كتفها 42، كتفها كام؟ 40، ماشي؟ لو خدت 8 هيبقى كتير، خدت 7.5. واجي اروح عامل الربع ايه؟ دايره كده، او مش ربع دايره، هاجي اروح ايه؟ موصل النقطه دي للنقطه دي اهو من خلال ايه؟ من خلال الفرنش كيرف ده كده اهو، تمام؟ عملت ايه؟ حوض
الرقبة معايا، عملت ايه معايا؟ حوض الرقبة معايا اهو كده 7.5 بتاعه. طب الكتف معاك كام؟ 40. هتزود عليه كام؟ مش هزود عليه ولا هاخده زي ما. طب ما هو كده هيقل. انا معايا الخامة دي لكرة، واخده كام؟ 20. هتنزل كام؟ هنزل ايه؟ 5 سم. مش 5 سم كتير؟ لا. طب 4 لو هشتغل بأوبليت 5 سم. دي التجربة العملية بتقول لي ان 5 سم دي يا دوبك، ده الانزلاق الطبيعي للكتف. تمام قوي. طب انت عندك الصدر كاملا كام؟ الصدر كاملا محيطه 108، لما نقسمه على 4 يديك كام؟ يديك 27 سم. ادي ال 27 سم بتاعتك كده نزلتها من فوق. ليه؟ عشان ابدا احدد محيط الصدر فين. باخد ربع الصدر صافي، وحتى وانا شغال بقلم رصاص ما بفحتش بيه في القماش عشان ما يبانش. تمام؟ فانا خدت من هنا 27 ايه؟ سم. تمام. ايه تاني؟ هروح واخد كده اهوت. كام معاك بقى الصدر عندك؟ الصدر عندك كام؟ 108. هتزود عليه كام؟ مش هزود عليه حاجه، هاخد 27 زي ما اهو كده. وادي من نقطه الكتف اللي انا محددها هنا اروح نازل بعمود على الخط اللي انا عامله ده. اهو عمود اهو بالمثلث. لاحظ ان المثلث ما بيفارقنيش. واجي اروح جاي عامل حرده الباط كده واشوف حرده الباط كده مظبوطه ولا لا. اهو على فكره لغايه دلوقتي انا شغال بخط خفيف. تعال انت معاك الباط كام؟ الباط معايا يا سيدي كام على كام؟ 50 على 40. يعني ايه حرده الباط دي كده 50 ووسع الكم من هنا كام؟ 40. يبقى ديت كام؟ المفروض دي تبقى 25. مش انت هتخيط هنا كده؟ بص كده اجي اروح شايف فين هو، اروح ماشي كده المفروض تديني كام؟ 50. ادتني كام؟ ادتني 26. طب ليه؟ ما هي 26 في سنتي هنا اهو، سنتي ونص اهو داخل معاك في الخياط، يبقى كده صح. ادتك كام؟ اهو بص يا سيدي اهو كده على الخياطه بتاعت المكنه بالظبط ادتني كام؟ ادتني ال 25 بتاعتي. تمام كده. تمام قوي كده. ايه تاني؟ خلي بالك خلي بالك انت معاك الصدر كام؟ 108. لما قسمت على 4 اداك 27. طب مش في قصه برنسيس ماشيه هنا؟ طالما في قصه سمعت كلمه قصه يبقى تزود 3 سم على طول. طب سمعت قصتين يبقى تزود 6 سم. سمعت 3 قصات يبقى 9 سم. كل قصه بتاخد 3 سم. يبقى انا ال 27 دي هتبقى معايا كام؟ 30 اهي. 30 اهي. انت كده وسعت حرده الباط اللي هي كانت 26. اقول لك مش انت لسه هتيجي اصلا تخيط دي من هنا؟ يبقى اللي انت وسعته من هنا هيتاخد من هنا. تمام كده؟ تمام. تعالى بقى نشوف قصه محيط البطن. محيط البطن كام؟ 94. لما تقسمه على 4 على 4 يديك كام؟ يديك 23.5. ادي ال 23.5 اهي 23.5. وفي قصه برنسيس 3 يبقى كام؟ 26.5 اهو. واجي بالريجه كده اروح موصل النقطتين دول ببعض كده، واروح سايب زياده الخياطه معايا. تمام كده؟ تمام. هتعمل ايه تاني؟ هقول لك انا دلوقتي هاجي اروح جاي مقسم حرزه الباط دي لثلاثه. تعالى نشوف هي عامله معاك كام. عامله معايا دلوقتي اهي، عامله معايا قول 30 سم. 30 سم. الخط بالظبط عامل 27 سم. الخط بالظبط عامل 27 سم، يعني 9 و9 و9. هتروح جاي مقسم 9 اهي. 9 اولانيه، وادي 9 ثانيه، وادي 9 ثالثه. بقى كده قسمت الخط ده لثلاثه. تعالى ما بين الاثنين، ما بين التسعه، بتشوف التسعه الاولانيه اهي والتسعه الثانيه، نصف المسافه. يعني هتبقى كام؟ 4.5 و4.5. المسافه دي قد المسافه دي كده. كده خلاص. دي بداية نقطة قصة البرنسيس. نقطة قصة البرنسيس. طب أنت عندك بقى دلوقتي، أنت واخد السقوط من هنا لهنا اللي هو منتصف الصدر اللي هنا 32. آدي ال 32 بتاعتك أهي. أهي كده. آدي نقطة أنا حطيتها أهي. باينة؟
يعني انا اصلا ما ببقاش يعني في الشغل ايه على الابيض، ما بضغطش بالاقلام قوي عشان ما يبانش. تمام، انا كده كبرت. فادي نقطه ايه ال 32 صوت منطقه الصدر من هنا من الكتف لغايه هنا كده. تمام، وفي مسافه جانبيه اللي انا بينتها على الايه على الفيديو كانت كام؟ 18. يعني من هنا لهنا 18 سنتي، ادي ال 18 ماشي. يبقى نقطه ال 32 التقت مع ال 18 هنا، يبقى انا دلوقتي قصه البرنسيس هتيجي من هنا كده. ادي المفروض ان انا هيبقى عندي ادي كده القصه اهي، ادي خط عمودي على ده برضو اهو، عمودي ده على ده. تمام، وهاجي جاي ايه موصل النقطه دي بالنقطه دي اهي. يبقى مش نفس الشكل اللي انا قلت لك عليه معمول غلط هناك اهو كده. دي ادي منتصف الصدر اهو، نقطه الرطف الخط ده طالع في نصها بالظبط. تمام كده، تمام. ايه بقى تاني اقول؟ انا دلوقتي الناس اللي قدام معانا جيت رحت مزود هنا 4 سم، مديت الخط ده على استقامته اهو، مديت الخط ده على استقامته زي ما هو ايه واضح معاك كده بالظبط اهو. مديت ايه الخط اهو على استقامته، مديته قد ايه؟ 4 سم. 4 سم ليه؟ لان انا اصلا لما تكون خياطه المكنه هتبتدي معايا هنا كده، فعامله معايا كام؟ بص يا سيدي، عامله معايا الله اكبر الله اكبر، عامله معايا 9 سم. طب لما نشوف من هنا عامله كام؟ هتلاقيها عامله معاك كام؟ عامله معاك 13 سم. الفرق ما بين الاثنين قد ايه؟ ال 4 سم اللي انا وصلتهم دول. كده اروح جاي موصل النقطه دي بالنقطه الجديده بقى. اهو كده ماشي. يبقى عرفت انا الزياده دي جت منين؟ جت من فرق من ايه؟ من البعد المنطقه دي اللي هي اصلا هتبقى الخياطه هنا والخياطه هنا. تمام يا جماعه؟ فانا ايه هتفرق معايا الكلام ده كده. تمام كده، واروح قاصص الكلام ده كده بالظبط كده. الخلفي اتقص ماشي، هنشوف احنا هنقص الامامي ازاي. كلام مقرر ومتعاد ماشي، بس دوت من باب ايه؟ من باب وذكر، فان الذكرى تنفع الايه؟ المؤمنين. الله اكبر الله اكبر. كده انا خلصت ايه؟ الخلفي. ما تنساناش من صالح الدعاء، دعاء بظهر الغيب الاعجاب بالفيديو شرط اساسي لكل محاضراتكم. فضلا لا امرا، عشان نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك هتستفيدوا منه. في اول فيديو بنقول ايه؟ فضلا لا امرا للاعجاب بالفيديو. ناس متعوده معانا ان احنا في اخر الفيديو بقول لك ايه؟ امرا ان انت تعمل لي اعجاب بالفيديو. ليه؟ لان انا حاولت ان انا اوصل لك معلومه وبذلت اقصى جهد، فبالتالي اقل حاجه يعني تكافئني بيها هو اللايك اللي انت بتحطه دوت. الدلع الخير كفاعلي، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.